ومن العلامات الصغرى للساعة أن الناس ينجدون بيوتهم ويكسونها كما تكسى الكعبة، ومع ذلك هم في دين الله عز وجل ليسوا بأولئك. يفترض مع توفر النعمة وسهولة العيش أن يحرص الناس على دينهم أكثر، لكن أن يرى العكس وهذا كما هو مشاهد فهذه الخيبة والخسران. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني: ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة. ثم قال: فأنتم اليوم خير من يومئذ، يعني أنتم الآن أفضل مع أن الدنيا تفتح عليكم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: كيف بأحدكم يقضى عليه بقصعة ويراح عليه بأخرى؟ قصعة مليئة من الطعام يقضى عليه في أول النهار بها وفي آخر النهار بأخرى. قال: كيف بأحدكم يقضى عليه بقصعة ويراح عليه بأخرى؟ قالوا: يا رسول الله، نكون كما أمرنا الله. قال: فأنتم اليوم خير من يومئذ. هذه المصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام عد ماذا؟ عد وجبتين. كم نأكل من وجبة في اليوم؟ ثلاث وجبات رسمية، ثم ما الذي يداخلها؟ يداخلها وجبات أخرى. الشاهد من هذا أن على الناس أن يرجعوا إلى دينهم.